انه يدعي الزوج انه معسر وتصدقه الزوجة في ادعائه انه يدعي الزوج انه معسر وتنكر الزوجة ادعائه ولكن يثبت الزوج ادعائه بالنية بانه معسر. ويلاحظ في الصورتين السابقتين انه قد يثبت اعصار الزوج بالتصديق من الزوجة او بالبينة، ومعنى ذلك ان الزوج غير متعنت ولا يقصد الاضرار بزوجته، وانما ما منعه من عدم الانفاق عليها هو عسره الثابت. هنا يمهله القاضي لفترة لعله يخرج من اعصاره. أن يعترف الزوج بيساره ويصر على عدم الإنفاق. أن يسكت الزوج عن بيان حالته سواء معسر أم ميسرا ويصر على عدم الإنفاق. أن يقول الزوج أنه معسر ولم يثبت أقواله بينة أو دليل أو بمصادقة الزوجة ويصر على عدم الإنفاق. وبيلاحظ في الحالات الثلاثة الأخيرة اعتراف الزوج يساره أو سكوته عن بيان حالته أو لم يثبت إعصاره. هذه الحالات ظاهرة فيها إصرار الزوج على عدم الإنفاق والتعنت مع زوجته، فهنا لا جدوى في إمهاله مهلة من القاضي ويطلق عليه في الحال. ولقد تناول القانون طلب الطلاق لعدم الإنفاق من عدة أوجه، وهي حالة الزوج الحاضر الممتنع عن الإنفاق، حالة الزوج الغائب وعدم الإنفاق، حالة الزوج الغائب مجهول الإقامة. وتفصيليا كالآتي: إنه الحالة الأولى وهي حالة الزوج الحاضر الممتنع عن الإنفاق، ونصت المادة 124 من القانون على إن إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهرا يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة. جاز لزوجته طلب التفريق، فإن ادعى أنه معسر ولم يثبت إعصاره طلق عليه القاضي في الحال. وكذلك إن لم يدعى أنه معسر أو ميسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن أثبت إعصاره أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فلم ينفق طلق عليه القاضي. واتضح من نص المادة أن الزوج الحاضر قد يكون ممتنعا عن الإنفاق على زوجته بسبب أنه ليس له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه. في هذه الحالة لزوجته أن تلجأ للقاضي لطلب الطلاق، بس بشرط أن يكون بيدها حكم يفرض النفقة على زوجها أو تقيم الدليل على عدم وجود مال ظاهر للزوج وأنها لم تتمكن من التنفيذ. وقد يكون الزوج قد ادعى أنه معسر، وفي هذه الحالة يتعين على الزوجة أن تثبت إعصاره، وإذا لم يثبت ذلك طلقه القاضي. كما قد يكون الزوج حاضرا ولكنه لا يدعي اليسر أو الإعصار ولم يستطيع أن يثبت أمام القاضي إعصاره، فالقاضي يمهله مدة شهر، فإذا أنفق على زوجته رفض القاضي دعوة التطليق، وإن لم ينفق طلق عليه القاضي. كما قد يكون الزوج حاضرا ويدعي اليسر إلا أنه يصر على عدم الإنفاق على زوجته، في هذه الحالة يطلق عليه القاضي، مع ضرورة ملاحظة أنه في حالة ظهور مال للزوج ينفذ الحكم الصادر لصالح الزوجة في هذا المال الظاهر، ومؤدي ذلك لا ينظر القاضي في دعوى التطليق لعدم الإنفاق إذا نفذت الزوجة الحكم على مال الزوج الظاهر. وعلى ذلك ففي دعاوي التطليق لعدم الإنفاق يجب أن تتأكد المحكمة من عدم وجود مال ظاهر للزوج. هذا بخصوص الوجه الأول وهو حالة حضور الزوج الممتنع. أما الوجه الثاني وهو حالة الزوج الغائب وتضررت الزوجة من عدم الإنفاق وغياب الزوج، يتخذ صورتين: الصورة الأولى أن يكون الزوج غائبا في مكان معلوم، فإذا كان له مال ظاهر نفذ القاضي الحكم عليه بالنفقة في ماله. أما أن يكون ليس له مال ظاهر فالقاضي يعذره وخلال شهر. أما أن يرسل مال زوجته لتنفق منه وأما إذا لم يرسل في هذه الحالة يطلق عليه القاضي. أما الصورة الثانية فهي إذا كان الزوج الغائب مجهول الإقامة أو في مكان غير معروف أو مفقود وثبت للقاضي أنه ليس له مال معلوم طلق عليه القاضي وعالجت المادة 125 من القانون تلك الأمور، بل نصت على أنه إذا كان الزوج غائبا في مكان معلوم فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في مال، وإذا لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي وأمهله مدة لا تزيد عن شهر مضافا إليها مواعيد المسافة المقررة. فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة.
وإن كان غائبا في مكان مجهول ولا يسهل الوصول إليه، أو كان مفقودا وثبت أيضا أنه لا مال له يمكن أخذ النفقة منه، طلق عليه القاضي. ولقد أعطى القانون الفرصة للزوج أن يتوقع الطلاق، وذلك إذا قدم المحكمة ما يفيد يساره. ونصت المادة 126 من القانون على ذلك حين أوردت للزوج أن يتوقع التطليق بتقديم ما يثبت يساره وقدرته على النفقة، وفي هذه الحالة يمهله القاضي المهلة المقررة وهي شهر. وإن كانت الزوجة لازالت في العدة أثناء دعوى عدم الإنفاق وقدم الزوج ما يفيد يساره وأبدى رغبته في الاستمرار في العلاقة واستعداده للإنفاق، فله الحق أن يراجع زوجته طالما في فترة العدة. أما إذا ثبت أنه لم ينفق عليها فتعد الرجعة غير صحيحة. وأوردت المادة 127 من القانون ذلك حين نصت على أنه للزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يسره واستعد للإنفاق بدفعة النفقة المعتادة، وإلا كانت الرجعة غير صحيحة. وإذا كان التطليق لعدم الإنفاق يقع طلاقا رجعيا، إلا أنه إذا تقرر رفع دعوى لعدم الإنفاق من الزوجة أكثر من مرتين وثبت أمام القاضي في كل مرة أن الزوج لا ينفق وطلبت الزوجة التطليق، طلقها القاضي طلقة بائنة، وهذا ما أكدته المادة 128 من القانون على أن تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبتت المحكمة في كل منها عدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق، طلقها القاضي عليه بائنا. وتأسيسا على ذلك أو على كل ما سبق، قد اشترط الفقهاء لطلب التطليق لعجز الزوج عن الإنفاق على عدة شروط لابد من توفرها، وهي قيام الزوجة بنكاح صحيح شرعي وأن تكون الزوجة مستحقة النفقة على زوجها. ولقد قصد بهذا الشرط أن الزوجة التي في نكاح فاسد فلا نفقة لها، لأن فساد النكاح واجبة الفسخ. وكذلك الزوجة الناشز لا تستحق نفقة على زوجها، ومن ثم لا يجوز لها أن ترفع الدعوة طالبة التفريق لعدم الإنفاق إلا أن يكون هناك ما يسقط التفريق للعجز عن الإنفاق. لأنه إذا علمت الزوجة فقر زوجها فليس لها أن تطلب التفريق، وكذلك إذا علمت عند العقد أنه يستحق الصدقة فليس للزوجة طلب التفريق لعدم الإنفاق. أن تطلب الزوجة التطليق لعدم الإنفاق عليها ودلوقتي بقى لنا نقطة واحدة نود إشارتها قبل الانتهاء من دعوى التطليق لعدم الإنفاق، وهي حالة إعصار الزوج وعجزه عن سداد مهر زوجته. لأنه من المعروف كما وضعنا سابقا عند تناولنا لعقد الزواج أن المهر حق خالص للزوجة لها أن تستوفيه من زوجها ولا أن تمتنع عن الدخول إذا رفض ذلك. فإذا كان المهر حق للزوجة وكان للزوجة مال ظاهر، أخذت الزوجة المهر منه وإن لم يكن له مال ظاهر ولكنه ظهر عليه الملاءة والغنى ولم يؤدي ما وجب عليه من مهر إلى زوجته، أجبره القاضي أن يؤدي المهر. أما أن ادعى الزوج الفقر أو عدم القدرة أمهله القاضي، فإن لم يؤدي المهر طلق عليه القاضي شريطة أن تتوافر هذه الشروط: ألا تصدق الزوجة في ادعائه الإعصار، ألا يقدم بينة على صدق دعوى إعصاره، أن لا يكون له مال ظاهر لا ألا يغلب على الظن إعصاره. ويرى الفقه المالكي عدم جواز التطليق لإعصار الزوج بالمهر، وإنما عليها أن تطالب به طالما دخل بالزوجة، بهذا الخصوص التطليق لعدم الإنفاق. أعزائي المشاهدين فاصل سريع وسنعود، فابقوا معنا. نبذة مختصرة عن مجموعة الوصل الدولية محامون ومستشارون قانونيون. تمكنت مجموعة الوصل الدولية محامون ومستشارون قانونيون منذ تاريخ تأسيسها عام 2000 تحت إدارة مؤسسها الدكتور أيمن البياع من أن تصبح إحدى المجموعات الرائدة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية من خلال فروعها المنتشرة في إمارة دبي في كل من الإنترنت سيتي دبي أوتسورس، كما في إمارة أبوظبي رأس الخيمة والفجيرة. كما استطاعت مجموعة الوصل الدولية محامون ومستشارون قانونيون أن تفتتح فروعا خارجية لها في كل من مصر، لبنان، الأردن، سوريا، قطر والبحرين، حتى أصبحت من إحدى المجموعات الرائدة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، إذ أنها استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن تختصر سنوات طويلة لكي تصل إلى ما وصلت إليه من سمعة طيبة وحميدة.
كما تمكنت من أن تبرهن عن قدرة هائلة ومشهود لها في مجال تطوير الخدمات القانونية في كافة مجالات القانون، فضلا عن أنها استطاعت أن تصل إلى القمة في مجال خدمات تحصيل الديون في ظل إدارة متخصصة وكادرات عالية المهنية. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. والآن قد انتهينا من موضوع حلقة اليوم، وجينا الآن إلى أسماء الفائزين معنا في الحلقة السابقة، وهم رامي أحمد وعبد الله سالم ومنال محمد. إن شاء الله الحلقة القادمة سيكون معنا الفائز الأكبر، هو على 5000 درهم، وحظ سعيد للفائزين. أما الآن وأتينا لسؤال حلقة اليوم، وهو التطليق مقابل عوض، يسمى لعان خلعا زهار. بعد أول ما تنتهي الحلقة نبتدي نستلم منكم الإجابة الصحيحة على الأرقام اللي هتشوفوها بعد انتهاء الحلقة. والآن وأخيرا وانتهى وقت البرنامج للأسف، ولكن لم ينتهي حديثي معكم. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نستعيذ بالله العلي القدير من علم لا ينفع وعين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تجبع، ومن شر هؤلاء الأربع. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.